جميل صفحة عيون هناك واضح باليوتيوب حق المواطن، وبالتالي الميكانيزمات هي ربما تختلف بالنسبة للقضاء الاجتماعي عندما يكون إيجابيا دار، لأن قمنا في مرحلة وين لازم نحسب جهود نتاع الدولة اتجاه الصحة سواء في الوقاية ولا في الصحة العمومية. الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد جايب صالح بدءا من اليوم التدريب الرسمي للسلام على جانب الخاصة الأمان للسيادة الوطنية من خلال تحقيق الأمن الغذائي. جاء ذلك خلال الورشات التسع للجلسات الوطنية في ختام أشرارها والتي ستعلن